مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العراقي لهذا العام. أصبح العراق من أكثر البلدان نمواً في المنطقة العربية اقتصادية لهذا العام، ما يثبت نجاح الخطط الاقتصادية لرئاسة الوزراء ووزارة التخطيط، وانعكست خطوات الحكومة في الورقة البيضاء التي أعلنتها بعد تشكيلها. بدأ الاقتصاد العراقي يتعافى بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع توقع وصول الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا، ما يعني تقليل تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفئات الأكثر ضعفاً. بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة توخير ميرزوف تباحثت مؤخراً مع العراق حول التطورات الاقتصادية وتأثير الأحداث العالمية على التوقعات التجارية، وبيّنت النتائج أن الانتعاش الاقتصادي للعراق يسير على الطريق الصحيح، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 9.5% حتى نهاية هذا العام. من المهم استغلال الظروف الحالية الممتازة للإسراع بالإصلاحات الهيكلية ودعم الأولويات الاجتماعية الاقتصادية لتعزيز صمود الاقتصاد المحلي، ويحتاج تركيز سياسات الاقتصاد الكلي إلى التحول نحو توطيد الاستقرار والحفاظ على الانضباط المالي والتقليل. سيساعد بدعم إقراض البنك المركزي لقطاع العقارات في تجنب زيادة الضغوط التضخمية، وتتطلب المرحلة الانتقالية تأمينا للمستقبل بتوفير جزء من عائدات بيع النفط الخام. الناتج المحلي غير النفطي في العراق انتعش في العام الماضي بنسبة 20%، وهو مهيئ للتوسع بحوالي 5% خلال هذا العام بفعل هذه التطورات. ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى مستواه الذي كان عليه قبل كورونا، وأن يرفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 10% خلال العام الحالي. ومن الضروري تعزيز كفاءة الإنفاق والرقابة الوثيقة على التعيينات العامة، وإعادة ترتيب أولويات النفقات ضمن موازنة العام لتعزيز التحويلات النقدية إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر واحتواء أثر الفقر على كلفة المعيشة. سيكون إصلاح قطاع الكهرباء أمرا حاسما لخفض التكاليف المالية العالية، وتعزيز الحوكمة في البنوك المملوكة للحكومة سيسهل من الحصول على التمويل. بعثة الصندوق الدولي رحبت باهتمام السلطات العراقية المتزايد بتحديات التغير المناخي والطقس، وتشجع البعثة على إعطاء الأولوية لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره وتطوير التمويل الأخضر ودمج الأولويات مع السياسة. ويقف صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم العراق في مساعيه هذا.